وقعت تنسيقية الشباب الأحزاب والسياسيين بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية، وذلك في إطار التعاون المتبادل بين الجانبين. تم الاتفاق من خلال البروتوكول على التعاون في حملات التوعية التي تقوم بها النقابة والعمل على توسيع نطاق تأثيرها وفعالياتها وتشجيع الشباب على الانخراط في مجالات الثقافة والفنون المتنوعة. توقيع البروتوكول جه على خلفية لقاء كان تم مع نقابة المهن التمثيلية، لقاء سابق ويمكن تناولنا فيه عدد من يعني التحديات اللي بتواجه العاملين في صناعة الفن، لأن احنا مؤمنين انه الفن صناعة يعني سائر الصناعات اللي موجودة في الدولة المصرية تواجه عدد من التحديات وعدد من التهديدات. احنا مصرين على التواصل معاهم وعلى حل مشاكلهم كجزء من استراتيجية التنسيقية لـ 2023. أنا عايز يعني أشكر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على المجهود العظيم اللي هي عاملاه، ليس في الفن فقط ولكن في كل المجالات المختلفة، والحوار الوطني المفتوح مع النقابات ومع التجمعات ومع المؤسسات. وإحنا كان لينا نصيب مهم جدا، وكنا التقينا مع مجموعة كبيرة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكنا طرحنا قضايانا التي نعاني منها سواء في الصناعة أو بعض المشكلات المهمة اللي بتقابلنا زي ملف الضرائب والقيمة المضافة والفاتورة الإلكترونية. وما كان من تنسيقية شباب الأحزاب إلا أن يعني أعلنت تضامنها ودعمها الكامل للقوى الناعمة المصرية، وتوجنا ده بالبروتوكول اللي احنا مضيناه النهاردة من أجل تبني والدفاع عن مشاكل القوى الناعمة ومشاكل الصناعة. البروتوكول اليوم هو بروتوكول مع نقابة المهن التمثيلية اللي بليها دور مهم جدا في الارتقاء بالفن، مش بس دور مهني ولكن أيضا حتى على الجانب القانوني، هم الممثل الرسمي للممثلين على مستوى الجمهورية، ومن خلال النقابة بيتم التعامل مع العديد من المشاكل اللي بيواجهها الأعضاء، سواء كانت هذه المشاكل متعلقة بالمهنة في حد ذاتها أو متعلقة بنجوم كبارهم في الأساس. قوة مصر الضاربة وقوتها الناعمة التي استطاعت أن تصدرها مصر عبر عشرات السنوات الماضية، وبالتأكيد القوة الناعمة خلقت لمصر مكانة كبيرة. بنشكر السادة النواب وأعضاء التنسيقية عموما على التعاون اللي هم أبدوه لينا من خلال أول مقابلة، وحبهم للفن وحبهم وإيمانهم التام بالفن المصري وقوة تأثيره داخل الوطن وخارج الوطن. نتمنى ان احنا كل مشاكلنا اللي احنا بنمر بيها في المهنه، مشاكلنا الفنيه او الغير الفنيه المحاطه بالمهنه عموما، يكونوا هم صوتنا. واحنا طبعا اعتقد ان احنا يعني زي ما بيقولوا ايه كده بشكل مبسط، اجدنا ان احنا نختار من يعبر عنا.